لو الحكايه فيها ان فيجو من الناس اللي كانت بتدعي ان الحرب لم تحقق اهدافها او بينتقصوا من حرب اكتوبر، حضرتك شايف تفسيرك للوضع ده ايه او الرد عليهم ايه بما حضرتك كنت معاصر الاقتراض؟ والله يعني النقطه دي تسمح لي ادور بالتفصيل اكتر. هي ايه التحديات اللي واجهتك في حرب اكتوبر؟ التحديات العسكريه اللي واجهتك في حرب اكتوبر، اول تحدي هو انك انت هتعبر مانع مائي هو قناه السويس. لما وصلت انباء الحرب ان المصريين حاشين محارب هيعبروا قناة السويس، كان في اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر ما سمي مجلس الحرب برئاسة جولدا مائير، وتم مناقشة مسألة عبور قناة السويس، ومشير ديان وزير الدفاع وديفيد العازر كان الاعزار كان رئيس الاركان اكدوا ان الجيش المصري لا يستطيع عبور قناه السويس، وان الجيش المصري عشان يعبر قناه السويس بحاجه الى خدمات سلاح المهندسين الامريكي وسلاح المهندسين الروسي. ليه؟ لانه اولا كان في نقاط حصينه اسرائيليه خلف قناه السويس، نقاط حصينه في الضفه الشرقيه. نمرة اثنين، الإسرائيليين كان في ستر ترابي، هذا الستر الترابي على ارتفاع يصل في بعض النقاط إلى 25 متر، عمل الستر القوات بتاع الجيش الإسرائيلي كان بيمثل عائق ضخم أمام القوات المسلحة. نمرة ثلاثة، إن سطح المياه نفسه كان متوسط ومسير لهب، حتى لو تمكن المصريين من عبور قناة السويس فيتم فتح مواسير اللهب دي، فبيبقى سطح القناة كله عبارة عن لهب فالقوات بتعبر تحتها. كانت دي المعوقات العسكرية اللي موجودة في الكتب العسكرية، موجودة في خطط العمليات، دي مش حكايات ولا روايات، وتستطيع ان حضرتك ترجع ليها سواء في مذكرات في اي مذكرات اتكتبت عن حرب اكتوبر بما فيها مذكرات القاده الاسرائيليين. عندك مذكرات الكرسي، مذكرات الفريق الشاذلي، عندك كتابات دراسات اتكتبت عن حرب اكتوبر عندنا او الكلام الاسرائيلي. ايه اللي حدث؟ بالنسبة للسطر الترابي توصل المهندس وصل يعمل في السد العالي إلى فكرة مدافع المياه لتستطيع إن هي تبيد السطح. بالنسبة للألغام لمواسير اللهب تغطي سطح القناة، تم عملية إبرار مصرية، إبرار يعني القوات تنتقل خلف خطوط العدو من الصعقة، وسلاح المهندسين ابطلت مفعول هذه المواسير. الحاجه الثالثه، ان الجيش المصري لما عبر قناه السويس في الوقت ده كان ميزان بين القوات الجويه المصريه وميزان القوات الجويه الاسرائيليه لصالح اسرائيل ثلاث اضعاف، سواء بالنسبه للنوع او بالنسبه بالتحديد بالنسبه لاجيال الطيران. فكان لابد من ان احنا نتفادى ان تتم مواجهه جويه، لكن اثناء الضربه الجويه في البدايه. طيب لما بيعبر جندي المشاة، تعود الاسرائيليين في الحرب زي ما بيقولوا ان جندي المشاة بنصطادهم كالجرذان في صحن على ارض سيناء او عبر. دي ان لما بيعبر جند المشاة يبقى في وقت بعدها تعبر القوات المدرعه وبيعبر وما فيش مظله جويه بتحمي. ايه الابداع العسكري اللي تم في هذه النقطه بتاعتها؟ الابداع العسكري اللي تم انك الطيران الاسرائيلي بقيت واجهه على الجبهه بمظله الصواريخ دفاع الجو اللي كنت عاملها. نمره اثنين، الجند المشاة لما بيعبر تم احداث تعديل في المهام القتالية للجندي المشاة، هو الأول في التاريخ العسكري إن الجندي المشاة ده بقى بيحمل معاه على مستوى السرية أسلحة مضادة للدبابات، وبيحمل معاه على مستوى السرية أسلحة صواريخ مضادة للطيران. فتعامل الجندي المشاة في الفترة الأولى مع الهجوم المضاد الإسرائيلي أو مع العناصر الموجودة في الفورم من ميدان العمليات العسكرية
تمت يوم 6 اكتوبر 7 اكتوبر يستخدم اسلحه مضاده للطيران واسلحه مضاده للدبابات. فجولدا مائير كتبت في مذكراتها كده ان احنا بمجرد ما حركت القوات المدرعه لمواجهه الجندي من الشعب بعد العبور تحولت الدبابات الاسرائيليه الى كتله من اللهب وتم اسقاط الطيران. هل ده كان عنصر المفاجاه العسكريه اللي بتمثل ابداع جديد في التاريخ العسكري، ابداع العسكريه المصريه في التاريخ العسكري؟ انت ارض محتله، ميزان القوى العسكريه كان محدد، لكن انت لا تستطيع بتحليل قواتك العسكريه، اوضاع قواتك العسكريه، وتحليل اوضاع قوات العدو، وتحليل اوضاع المعركه، والاوضاع الدوليه، سوى انك انت تقوم بعمليه عبور وانك انت تعمل راس جسر، يعني انت تبقى عمر سيناء انت من 10 ل 12 كيلو وفي افضل الاحوال ل 15 كيلو علشان تفضل قواتك البريه في الضفه الشرقيه في حمايه مظله الصواريخ، ان اي محاوله من هجوم عليها بالطيران اللي هو عنصر التفوق في الجيش الاسرائيلي بتتم مواجهته بقواعد الصواريخ اللي هي مداها بيمثل مدى حمايه القوات اللي في العبور. فاعتقد ان هذه المقاييس العسكريه البحته لا يمكن ان احنا نشير الى حرب اكتوبر الا انها كانت عمليه عسكريه عظيمه وانها كانت معركه عظيمه ومثلت ابداعات القوات المسلحه المصريه وانها بالعلم العسكري قامت بتغيير مفهومات في العلم العسكري.